قبل شغل للاجئين اللي جايين جديد انه يفهموا انه حقوقهم بهذا البلد محفوظه ومحترمين، وهويتك هويتك ما بتحددها لا لونك ولا شكلك ولا الحجاب اللي انت حاططيه، لانه هون بينظروا لهويتك الانسانيه قبل شكلك. اوكي، بشرط انك ما تحاوليش تكوني عبء على المجتمع بطريقه يعني يعني انا مثلا هقول لك الصدق، هلا انا بتفادى اروح على اي جامع، وبالاحرى انا بطلت اروح على الجامع، عارفه ليه؟ لشيء واحد بالذات، لانه لثقافه التحريض، ونمبر 2 اني انا لما رحت على جامع ريجنت بارك دخلت من التواليتات لاروح على قسم النساء. طيب وسمعت عدة مرات الطريقة اللي بيحكوا فيها معي كامرأة، والطريقة اللي اتخبي واطلعي وادخلي من الحمامات. جامع ريجنت بارك أنا بقولها علنا، مدخل النساء من التواليتات من المراحيض. كيف أنا بدي أشعر؟ أنت ماذا تودين القول بالضبط؟ يعني أنه المسجد عاقب في الاندماج أم ماذا بالضبط؟ أنا أريد أن أفهم فقط. المسجد لعب دور كتير سلبي في تنميه ثقافه قبول الاخ. بالضبط، اذا احنا بنؤمن بالقيم الديمقراطيه alright، ليش الديمقراطيه مش موجوده في بلادنا؟ مشكله كبيره، هاي لازم لها ثورات. احنا لو بنؤمن بالقيم الديمقراطيه بنلتزم القوانين البريطانيه، لانه القوانين البريطانيه في بتضمن العداله والمساواة والحرية وكل شيء من خلال القانون. إحنا منطلق الكلمة جست هيك هباء، لأنه والدليل على هذا إنه إحنا مش عايزين نلتزم بالقوانين البريطانية، إحنا عملنا قوانين خاصة وبالذات لمجتمعاتنا في قوانيننا اللي مستمدة من ثقافتنا ومن الديانة كانت تصلح قبل 1400 سنة، لكنها لا تصلح في الوقت الحالي. لا نريد القدح، لا نريد أن نصل إلى حد القدح في ديننا. لا أنا مش بقدح بالدين، أنا مش قدح بالدين، ما تفهمنيش. مع احترامي إحنا عم نكذب على نفسنا. أوكي، عم نقول بنؤمن بالقيم الديمقراطية بينما هي إحنا معدومة كلنا، ولكن لا يعني أن ديننا لا يصدق. معدومة في بلادنا ومعدومة في بلادنا. معدومة في بلادنا. الاندماج أو عدمه لا يعني أنه ابني أو بنتي ما يرتبطش في بلده، بالعكس أنا لقيتهم أثرى مننا بكتير بتفكيرهم وبعواطفهم. أنت مش شرط أنك تقعد تحكي لابنك ليل بنهار أنه فلسطين كذا كذا صار فيها، لكن الأسلوب والأسلوب اللي بتعرضها فيه إضافة للخبرة يعني أنا هلأ اكتشفت رب حاولت كل سنة أخذ أولادي على البلاد حتى يشوفوا وبالفعل ارتبطوا بالبلاد بالمحبة بالعيلة بالناس. لكن تعال قل لي أترك ابني يعيش هناك أو هو يقدر يعيش؟ لا يمكن، لا يمكن.